مش كتير مش زي زمان. في الزمالك مين؟ مش زي يعني دلوقتي هو فرجاني ساسي وبن شرقي بس ونجم بقى من لسه مستواه مش هو ده المستوى. النادي الاهلي حتى هذه اللحظه اوباميونج اللي في نص في نص الملعب لسه اجايه وماشي اجايه علي معلول ما هو علي معلول اعتبره بقى خلاص دلوقتي انت قصدك علي ديانج علي ديانج اللي في نص الملعب لكن انا بتكلم علي معلول كان ناقصه بس يبقى مصر صراحه باكات ليفت اللي بعتبرها من اللعيبه الجيده جدا 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 ومن اللعيبه اللي مؤثره جدا مع اي نادي هيكون موجود فيه وتحس ان هو مولود جوه النادي الاهلي حتى ستايله كمان وريتمه حاجه تحترم جدا يعني. فمن افضل اللعيبه المحترمين اللي جه في تاريخ النادي الاهلي خصوصا في المكان دوت طبعا مع جلبرت ومع كل الناس اللي جت لكن علي معلول مش بعتبره فعلا ان هو لاعب محترف فهم دول ابرز الناس يعني لكن انا عم اجيب لعيب محترف مثلا خصوصا في مركز الراس حرب لازم يجيب لي 10 او 20 جنب عشان يبقى فارق كتير جدا معايا بيعملوا ايه في دول الخليج بيجيبوا دايما راس حرب عشان تجيب لهم اجوال عشان يكون ليهم تاثير كويس جدا مع فريقهم هنا عندنا اللعيبه المحترفين التقييم مش المفروض التقييم يبقى قبل بالسوري يعني بوكلاء اللاعبين اصل وكيل اللعيب ده دوت ليه علاقه مع مجلس في مجلس الاداره مع فلان فاللي في مجلس الاداره هيكلم رئيس النادي فرئيس النادي هيقتنع اصل مش عارف في ايه بيحصل اصل اندر تيبل بيحصل ايه فنقوم جايبين لعيب وفي بعض اللعيبه طبعا الناجحه وطبعا اللعيبه المحترمه جدا واللعيبه كويسين جدا لكن في بعض اللعيبه بتيجي وتمشي ما بتفتكرش اسمها ما بتفتكرش ان هم جم اصلا بس كل ده اهدار للملعب كل دوت فين طب اللعيب ده جه وخد ملايين عمل ايه ما عملش حاجه فبرضه لازم برضه ديت من النقط اللي لازم نقيم فيها رجوع بعد رجوع الدوري ان شاء الله او رجوع